دلوقتي انا شرحت لكم الخطه اللي وضعتها مع سياده اللواء رفعت الخول. عايز افكركم تاني ان دياب هيبقى في العمليه، يعني لازم نقبض عليه متلبس هو ورجالته. الو، انا ريهام يا محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ كلمتك كذا مره من موبايلي، ليه ما بتردش عليا؟ ما خدتش بالي، معلش محمد. والله انا مالي ذنب في موضوع فسخ الخطوبه، بابي هو اللي خد القرار ده لوحده. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع. طيب يا ماما، اوكي. حد عنده اي اسئله؟ مرات اخوك على حق يا منير. يعني ايه الكلام ده بقى يا استاذ لطفي؟ يعني من حقها تاخد نصيب جوزها المتوفي من ورث ابوه بما لا يزيد على التلت بمقتضى الوصيه الواجبه. وصيه واجبه؟ والوصيه الواجبه دي تطلع ايه بقى دي ان شاء الله؟ الوصيه دي للاحفاد اللي ابوهم بيموت وجدهم عايش، ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضه في الميراث. طيب يعني مفيش اي مخرج تاني يا استاذ لطفي؟ مخرج ايه؟ مقفوله بالضبه والمفتاح. يا دي النيله، يا دي القرف اللي الواحد عايش فيه. جرياس يا منير، انت اخويا مش ناوي تدفع الايجار المتاخر عليك ولا ايه؟ يا دي الصباح الاسود اللي احنا بنقوله، اصطبحنا واصطبح الملك لله. امرني. اصل ايتك كده يا اخويا مطنش على الايجار من ساعه الحاج عز الدين الله يرحمه ما مات، قلت اجي لك بنفسي. امرنا حبيبي، انا تحت امرك. الامر لله، بس انا سمعت انك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافيه، الكلام ده مظبوط يا منير؟ مالكش فيه، ده محلي وانا حر فيه. لا يا حبيبي مش حر، وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقه كتابيه مني. عارف ليه يا منير؟ لان انا المالك يا اخويا، ولازم نغير العقد كمان بقيمه ايجاريه اعلى من الاول. حيلك حيلك، ايه كل ده؟ هو كده. طب خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك. ايه رايك بقى انا هقلبه قهوه، واعمل اللي انت عاوزه واعلى ما في خيلك اركبه. كده يا منير؟ ايوه كده يا حبيبي. طيب يا حبيبي، ما تبقاش تزعل مني بقى لما ارفع عليك قضيه واكروشك من المحل. سلام. سلام. اكروشك من المحل. استاذ لطفي، بما انك انت راجل محنك في القانون وفاهم في الحاجات الواجبه اللي مش الواجبه دي، الراجل اللي كان واقف هنا ده كلامه مظبوط؟ كلامه كله على حق. جرى يا لطفي؟ لطفي كده حاف من غير استاذ؟ ما انت خلقتني، انت معايا ولا معاه؟ انا محامي وبتكلم بالقانون. يا راجل بلا قانون بلا زفت. قوم قوم توكل على الله، قوم روح مكتبك، يلا اشوف بطلك وعد وامشي من هنا. يلا انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور. يعني انت شايف كده؟ انا شايف كده بدل ما تخسر. اخسر ايه؟ ما انت دخلتك عليا خسرتني الجلد والصقت. قلت لك بقى اشفط بطنك وعدي وامشي من هنا بقى. قوم بقى، انا تعبان منك. قوم. حاف من غير غموس؟ غموس على ايه يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونيه اللي انا لسه مديها لك دلوقتي. استشارات قانونيه سودا منيله ب60 زفت على دماغك انا وانت. قوم قوم من هنا، يلا قوم، انا مش فاضي. ولعلمك التوابل دي مش هتاخدها ولا البهارات، اتوكل على الله. يلا انا غلطان اللي جيت لك. اتفضل. شبه ربطة التوم اللي متعلقة في البلكونة. جبت لك كل الورق اللي ناقص والورق اللي يثبت حق معتزف ميراث مامته. تمام كده، كل الورق استوفى وموقفنا القانوني بقى ما فيهوش ولا ثغرة. اهلا وسهلا. اهلا ماما. مدام ايمان عميلة عندنا في المكتب. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. انا اسفة جاية من غير ميعاد. لا ابد، تشرفتي، اتفضلي. مش ده المقدم حسام الهلالي؟ ده حسام اخويا الكبير، انت تعرفيه؟ ده كان زميل معتز جوزي الله يرحمه. معتز؟ ايوه يا طنط. ايه ده؟ انت مرات معتز الضابط صاحب حسام اخويا؟ ايوه. شفتي بقى، انا قلت لك ان انا شفتك قبل كده، احنا جينا فرحك. ايوه صح. يا سبحان الله، الدنيا دي ضيقه قوي. طمنيني عليكي يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ وبنتك عامله ايه؟ انت مش برضه عندك بنت؟ ايوه يا طنط. اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك. الله. ملك ما شاء الله، اسم جميل خالص، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا طنط. طب وحسام عامل ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله راضي بقضاء ربنا. الحمد لله، انا لسه مش فاهمه ازاي ده حصل له. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
حسام اتظلم يا إيمان وكان ضحية للغدر، بس هو لسه عايش وإن شاء الله هيخرج من محنته أقوى من الأول عشان هو على حق. إن شاء الله. صبحت لها 100 صيغة والناس يا